وفي مهلا رجوع لو سهلا ويا مرحبا. نسلم عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن وين ما يوصلكم صوت اف ام. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الرابع من برنامج الدوامه. شكرا لمستمعينا واوفياء البرنامج طبعا على اقتراحاتكم للضيوف اللي قاعدين ناخذوا فيهم بعين الاعتبار ايضا الملاحظات. نحاولوا نتداركوا في كل حلقه ان شاء الله نكونوا في مستوى انتظاراتكم طبعا وعند ثقتكم باذن الله. به حلقه اليوم ضيف جديد يجينا اليوم وضيف اليوم يعني نحكيه ما شاء الله على مسيره فوق 30 عام 34 عام واكثر تقريبا مسيره فنيه. يغني لحن يمثل يعني فنان نجم نقولوا فنان شامل. نجاحات عرف النجاح بأكثر من أغنية وبأكثر من عمل وبأكثر من ديو وبأكثر من مسرح في تونس وخارج المسارح المحلية العربية. الكل تقريبا تشهد بقدرته الصوتية بمكانته في تونس والعالم العربي. اختار طريق مختلف. هل الطريق المختلف هذا خليه يربح شهرة أكثر أم قلق وأكثر أم خليه يكون في عداوة متواصلة مع الوسط وأيضا مع نفسه في بعض الأحيان بما أنه مطالب أنه يجدد ويطور من إنتاجاته وأعماله. لقب في يوم الأيام بوديع صافي تونس متحصل على جوائز عربية وتونسية ميكرو دور مثلا واحد من أهم الألقاب اللي تحصل عليهم الفنان هو كان من نصيبه في يوم الأيام. علاقته بالنظام السابق هل كان فعلا من الفنانين المحظوظين اللي كانوا بين زوز معاقفات نقولوا عليهم يتماعشوا من نظام بن علي وأيضا علاقته ب 25 جويلية. التاريخ هذا مهم في مسيرته 25 جويلية بعد شوية نعرفوا أكثر ديتاي. سعيد جدا باستقبال ضيفي لليوم الفنان محمد جبالي. محمد مرحبا. مرحبا مرحبا أخويا. تحية ليك. شكرا. تحية كل السادة المستمعين إن شاء الله يكونوا في صحة وخير. إن شاء الله إن شاء الله أنت في صحة وخير. ريتك ساقك متقلقة شوية. ساقي تاوصل أنتوغ صارت لي ماني مبلي بالكورة نكور. كوارجي محمد تنجم تقول يعني سافا كورت تقريبا مع اغلبيه الملاعبيه التوانسه سواء القدم ولا الجدد معناها تصير دي تورنوا ونحب الكره برشا. بعد الغناء عندي الكره معناها نحب نكور نحب نمشي نكور مش نمشي نتفرج قدام تلفزه باش نتفرج ستيريرا لا كور شي تحب تلعب اما نحب نلعب. شنو تلعب اوفنسيف ديفنسيف؟ والله يا افون سنتر وزاد النجم حتى في الديفونس حتى لي بيرو اي منين دورني الدور موهبة عظيمة افون سنتر ولي بيرو حاجة لا لا معنى اسأل عليه الكورجي بالحق معناها الكورجي الاغلبية كورت معه اخر محمد جبالي. محمد جبالي خممت كورت مشيت حتى عملت عملت تيست صغير في ايكيب مش لازم اقول اسمها. ليه قل لي عملت تيست في يوم من الايام هذا مش مفعول الزمن تنجم تسميه اليوم. اي اي اكثر من 20 سنة عنده تيست. تيست في بارك الكلو صغير في النادي الافريقي. في النادي الافريقي او عرفت وين تجي الكره يتلموا الكل يحبوا يوريوا رواحهم فهمتني. اول كره جاتني مشيت خطوتين جا واحد خلفيه بركض في الميسكو في فخذي رقدت ساقيها زيت ساكره واحد يا لطيف فهمتني. نهايه مسيره كوارج هو اسمعني يمكن خير كيما مره نجيب خطاب استضاف الله يرحمه الفنان الكبير عبد الوهاب دوكالي المغربي وقتها كانت ليميسيون وقت البريود معناتها الريزولتا نتاع الباك. قالوا انت خليت الباك. قالوا انا ما خليتش وخير خاطر كان ما خليتش كان خليت الباك يمكن ما نطلعش فنان. فنان يمكن كان نجحت في الفوت في الكوره راه مش بتات ما تلقاونيش في الغناء ولا لي دو او ميم طون ما نعرفش. بما ان حكينا على النادي الافريقي اليوم عيد ميلاد النادي الافريقي الجمعيه الكبيره ان شاء الله كل عام والنادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي حيين بخير. برنامج الدوامه سي محمد يبدا بالالتزام هذا. اسمعني الدوامه انا باش نقولها لك مره هو البرنامج ما شاء الله ربي يخليك جينيريك مرعب والاسم دوامة ومع مع صوت مرعب. محمد السياري ما شاء الله ومقدم لطيف معك هو لا 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 في نوع ما من ال بما غير ما نقرا قريت من تعديل لا نحب صوتك انا التزم اني الممضي اسفله السيد اتعاد بان اكون صريحا وجريئا واجيب على كل الاسئله وان التزم بقواعد البرنامج وان اكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفه الحقيقه كامله واتحمل المسؤوليه فيما اقول. الضيف الامضاء محمد جبالي. صح سي محمد عرفتك البدل والصوت من بعد تكون تتكلم نورمال فهمتني في تكونوا تكلموا نورمال اغلبيه المنشطين وهذه زاد عملت لي عداوات حتى في بلدينا نحكي لها نقول كنت تكلم نورمال يجي قدام الميكرو. ساده المستمعين مرحبا بكم الان نواصل عليه وهو في العادي كيف في العادي يتكلم هكا كيفي انا اي
كيفنا هكا يجي قدام ميكرو فهمت كيفاش فما برشا وبرشا هكا مرحبا بكم فهمت حتى في الاصوات النسائيه كيفاش في الدنيا تتكلم نورمال فهمت كيفاش انا قلتها في بلدي الثاني اللي منشط من بعض المنشطات ينقصها برشا منشطات تكون في الدنيا تتكلم نورمال تجي قدام الميكرو تتقلب السلامه صباح البيض ولا كريبا ونقول لكم نهاركم ديكلا وحليبا وشوكولاته وسبيبا وكريم فريز فوق الفريز بون بالنسبه لي طلب اغنيه على ثور تونس نقولوا لك نسكت راك حاجيت شوي اخر مبرمجين اغنيه بحبك لبنان يا وطني الله 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 صحح لي فوالا شكرا ام جي هكا في السيناتور بعد ما صححت نقول لك مرحبا بك في الدوامه الدوامه أول فقرات الحوار معك تبدأ سي محمد الجبالي نخرج لشارع التونسي نسألوا عليك نسألوا على ضيفنا برشا توانسة سألوا برشا ناس يفتقدوا قالوا وينو محمد الجبالي فما جديد عنده برشا ما خرجناش غنية جديدة عمل جديد في المسرح هل فما جديد ولا لا والسؤال الثاني غريب لكن قلت نسأله لك قالوا هل حضر عرس من العمارة نعم أم لا لا ما حضرتش استدعتك لا ما مشيتش ما استدعتنيش انا اكيد ما استدعتنيش باش نمشي وكان استدعتك يمكن نمشي اصحاب انا ويا منال ولا حد لها غنيره اللي هي بخوخو لا لا مش بخوخ بخوخ تبع حاتم الجيزاني اي حاتم الجيزاني صحيح اي لحنت لها غنيه في جوا هي اي شنو الغنيه والله تحب نذكرها تنبع من هنا من بعد تلمو فرحان بين نسيت لا والله لا 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 والله لا لا انا كنت منين انا يعجبني فيها تعرف حدودها وتقول لك انا راني مانيش باش نغني ام كلثوم في جو معناه الفل والشو وقاد خدمتها وحلوه معناها وربي هناها في عرسها ما استدعتكش نسيت يمكن ما بتت في الاستدعاء قال التليفونات خليهم لبرا لو تسمع اي عملت شروط اي كنت هناها كنت التزم كان شنو شروطك في العرس شو شروطي تهني على روحك هكا وفي العرس تجي تقوم بالواجب تفرح هكا ليه توليت برشا حكايات معناها ليه 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 معناتها ولينا نخليو كيما في الغناء معناها نوليو نحكيو على الفنان كي نقولوا فنان تحكي في كل شيء الا الغناء الا الصوت معناها تحكي في لبسته في كرهبته في درشنية في تليفونه درشنية ولا درشنية ايه الانتاج وينه معناها وليت اخر حاجه تم في الفنان هو فنه هو فنه فهمت كيفاش فانا مثلا في العروسات ما نحكيوش شنيا باش تحضر ولا وين اي نحي البورتابل وذاك درشني معناها انت كان استدعاتك بهت انا كي قلت لي ما استدعتنيش كان استدعاتك ولقيت انه في الاستدعاء ما لازمكش تجيب تليفون اي تلتزم ولا تاخذ في ما تجيبش ولا ما تصور لا ما تدخلش تليفون ما تدخلش تليفون خلي البرا فما سالة البرا تخلي تليفون انا نعرف الاوبرا في القاهرة كي تدخل الاوبرا تخلي تليفونك فما كازي واسم كل شيء مش في عرس من العمارة معناها باهي عندك من هوني لاخر الحصة تفكر شنو هي الاغنية معناها في السي في نتاعك ما ماكش تحب لا تفكرها والله هي السؤال الاخر اللي تعاود ما احلى قدك ما بنك نحبك نموت عليك زينك عامل تا 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 في عمايل با 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 والله كرقات نسيها تفضل لا والله سمباتيك علاش لا باهي السؤال اللي من بعده اللي تسال برشا من جمهورك وينو محمد الجبالي؟ اش فما جديد؟ اش عندنا جديد في المسرح؟ عندك تجربة قالوا بعدها سيدة اللي ما عادش يحب يجرب المسرح يزي والغناء وين محمد الجديد في بالنسبة للمسرح لا انا دي معناتها فما ثنية فما عزيمة وفما انا نقول فنان تونسي اللي تحبوا ينجح ولا مش حتى فنان حتى مهنتك انت ولا المواطن التونسي اللي يحب ينجح في حياته التونسي يزم كونه عنده عزيمة ونفس وصبر خوي باش ينجح فالحمد لله انا متوكل على الله وشعطاني ربي من امكانيات باش نواصل ما يقلقنيش لانه كان جيت نتاثر على ذيك المسرحيه صحيح صار فيها برشا بلد تاني ما يعنيش باش نقف يا اخي انا كان جيت نتاثر زاد كي بديت نكتب اللحن او يكتبوا اللحن وشديت صحيح عملت دي سكسي بقى في تونس مطلوب منك يزن العزيمة وصبر وسنوات باش تاكد وتبرهن مثلا في ميدان في مجال الغناء الكتاب والتلحين ها كي تعمل دي سكسي برشا سنوات بعد باش معاش هذيك تكتب وتلحن يا اخي يقلق فنان يكتب ويلحن ما نعرفش يقلق برشا توانسه تمرجت عليه مده تكتب وتلحن كي عمل دي سكسي ما عادش نسمعها فهمت كيف نفس الشيء تمثيل زاد تمثل توا فبالنسبه للجديد المسرح سنه زوز عمل مسرحيه عندي مملكه العشق ممتاز نص رياض اسماعيلي واخراج لطفي العكرمي مع مجموعه من الممثلين واول مره نمثل بالعربيه الفصحى تحكي سقوط غرناطه ممتاز يعني مسرحيه لو كنا قدمنا عرض اللجنه
قبل الفترة من التصعيب نتاع الكورونا كي نحكي في الفترة اللي فاتت معنا شهرين قبل ما تجي الموجة الأخرانية. توا إن شاء الله عنا بعض العروض في شهر أكتوبر مملكة العشق، والعمل الثاني المسرحي هو الوما شو عسل. وين منشو جديد؟ وما شو جديد؟ وما أدرك ما بعد بلدي الثاني. بعد بلدي الثاني تو ميلا نحكي عليهم بعد شوية. والغناء موجود. الغناء شحال نجم؟ الغناء موجود. سجلت غناية وعملت لها هكا كيم الكليب، معناها جوست هكا كيما شكون كليب كليب مش كليب ف اسمها انا نحبك لكن قلت خلي يعني الجو يكون ملائم، الناس هكا فرحانه وشيخه والرجوع نتاع القرايه وكل شيء، الناس مش مركزه برشا. وفي نفس الوقت فما ديو اغنيه مع دريس ثمني، معناها الجروب تروشيك باند اللي انا نتعامل معاهم وقدمنا بعض العروض. شو اسم الاغنيه؟ يحبوا الكذابه. الله أوي. كلمتها شي يقولوا محمد تحب نسمع نسمعك شويه منها بتتبه اول مره حصريا ترى اعطينا شويه بام بام برارا تدرلتا 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 ايوه تدرلتا حبوا الكذابه حبوا الصبابه حبوا الشقلابه والبقباقه والتقطيق حبوا اللي نشز والصوت اللي عكس عالبز مركز قالك عامل برشا فيو يحبوا اللي توري خد نارها وتعري سبونسوري فرني تفرح بي نفرح بيك حبوا الكذابة حلو غنية خفيفة لون جديد عليك محمد ذهلي وفيها نقد فما ميساج دودون فما بعد نقول يحبوا اللي يطور في لسانه ومتهور بقدره المتخلف واللي ما عندوش كبير في السياسة في الفن كله نقد يحبوا معنا لي عنده لي 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 علاقة معنا لي يحبوا الكذابة ميساج يحبوا الكذابة هذا الديو جديد اللي تلقاوه مع دريس مع دريس بيانتو تلقاوه محمد جبالي. نحن ناخذ فاصل صغير ثم نرجع نحكيه على علاقتك بالنظام السابق، نحكيه أيضا على علاقتك ببعض الإعلاميين ووسائل الإعلام، فما برامج لليوم رينيكش فيهم إن شاء الله المانع خير تو نعرف من بعد. أما أنا متفائل خير بالغناء غنيتها معي تحبوا الكذابة ضربت ناخذ فاصل صغير وراجعين. يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. ضيفنا اليوم الفنان محمد، شنو تحب الفنان الكبير الفنان الشامل الفنان الفنان فنان فنان توكور فنان تلم كل شيء، ما تحبش فنان. كلمه النجم الفنان السوبر ستار لا 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 ولات كلها لقب كلها ولات سوبر ستار ايه ما تتمنى عندك لقب لا والله لا والله الفنان كافي تحترمني مش فايت نجم تقول النجم وسط هذا الشيء وبعد في الانترفيو حتى قيمه وقدر فهمت كيفاش الفنان وكاو مساله راه ديجا كلمه فنان اي جراد عالي لا فنان راه فنان كلمه كبيره تو اللي نستسهلوه معناتها الناس كل انا عندي صديق لي الملحن الفلسطيني منعم عدواني اللي عملت معاه كليلة ودمنا قال لي محمد يلزم يسميوا الفنانين كيما انواع الكراهب باش ما نعملوش دعايه الماركه الالمانيه الماركه الفرنسيه ولا. الماركه فهمت كيفاش الكلهم يمشيوا في الكياس اما فما كل كهرباء بالضبط القام نتاعها القام نتاعها فوالا واضح. نتعداو تو سويت اول فقرات الحوار زون فيرت عسل هو العنوان الجديد للون منشو جديد محمد الجبالي الكتيبة قاعدين نكتبه قدمنا كملنا وين وصلنا كملت بريس تو قال اخر تروشيك صدقني ساعات ستر ولا صفحة نقعد فيها نهارين ثلاثة معنا بالكلمة ساعات تقول لي كلمة هذه تكون كلمة هذه خير معنا عندي تقريبا عامين نكتب انت تكتب انا نكتب ايه نص متاع محمد الجبالي نعم كما بلدي الثاني بلدي الثاني واضح باهي تو نرجع على بلدي الثاني تقييمك للتجربه ككل اليوم بعد سنوات كيفاش يقيمها لكن عسل نحكيو عليها تو نص محمد الجبالي دو اجوس كازيد نعم. اخراج ما فماش مخرج بلاش مخرج بلاش مخرج ما تسحقش مخرج وفيش هذه جديده حاجه جديده ما تسحقش مخرج انا قلت في السبيكتاكل قلت لهم راني كلمت مخرج راهو وقلت له راه عرض هذا محمد جبالي باش يكون فيه محمد جبالي نعرفوه سيرسان باش يغني ويحكي على الكواليس الغناء كل غناء كي نقول عسال تحكي النوت معنى ميوزيكال تحكي على الموسيقى معنى الفن والنوت وبرش حاجات ما لرزموها عسال في القاع في القاع بالمفهوم يكون فيها نقد من كل فن محمد جبالي اللي نعرفوه سيرسان فهمت كيفاش وفي وسط الواحد معناها
العرض ونقول لهم راني كلمت مخرج قلت له راني باش معناها هاو العرض محمد جبالي سيرس باش يغني قديم وجديد باش يحكي مع الجمهور والكواليس. كيفاش ترى؟ قال لي بون اول حاجه جيب لي سيدياتك وليزارتيك نعلقهم في السقف يبداو يدلدلوا سيرسان وشوف لي عصفور هكا فوق العود نركحوا. قلت له انا باش نغني مش العود. قال لي لا بنعمل معاك كورال. أيوة. بعد قال لي يلزمك باز. قلت لي زيني من الباز. قال لي لا الباز تعمل كيما فاز مايكل جاكسون. قلت له ما تقوليش باش نشطح ونحط يدي ده مش من الجو دايره اون بليس عملها العبد اللي معناها تحرق. ايوه قال لي لا الفاز تاع مايكل جاكسون هبتك هليكوبتر سور سين. قلت له متاكد تحكي فنان تونسي ومع الكورونا هليكوبتر تهبط سور سين. باه اتون كلمه قلت له نشوف حكايه الهليكوبتر ونرجع بوبليك. قلت بون سبيكتاكل مازال بادي جديد. انا ريت قلت بون خلي تحط على السكه وان شاء الله كان صار ربي يمشي ونجح مش لازم المخرج. ايوه بيه على السول تقول لي المسرحيه كلها غنيه تقريبا باش تحكي على اهم الفترات لكوليس نتاعك. كانوا محمد جبالي خذا هوني النقد اللي توجه لك بعد بلدي الثاني اللي برشا ناس يخرجوا يقولوا خسرت محمد جبالي كارو قعد فنان كيما نعرفوه ما كاروش اللي عمل. تقييمك نجحت المسرحيه تفهمت بالصحيح بلدي الثاني اللي جات تفرج فهمها اما اللي جوز تاثر وسمع ما فهمهاش. والمشكل اللي صار ما عرفوتش الناس تفرق بين محمد جبالي الفنان المطرب اللي غني ومحمد جبالي الممثل. كي نقول وما شو اوتوماتيكمون باش يقدم فيه بعض الشخصيات بعض الادوار يمثل غير الشخصيات. فما ناس تقبلت فما ناس ما تقبلتش. ديما راه محمد جبالي ذي اللي غنى الاوبرا ودي عصافي وكارتاج لكن غادي محمد جبالي اللي يمثل. فما صار برشا تاثير من بعض الاخيان ربي يسامحهم. لكن احنا ما عندناش في ثقافتنا معنى. فاجأتني مرة دكتورة وقتها زيت لها ولدي قالت لي يعطيك الصحة في وسط ال 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 قلت لها شنو؟ قالت لي راني جيت تفرجت ويعطيك الصحة. معناها تفرجت معناها اللي شاف العمل اللي يعجب سيمونز بن مراد رئيس تحرير جريدة طبعا. الأخبار جيت تفرج قال وأنا داخل نحيت محمد جبالي عندي الأرتيكل والله أنا داخل حطيت محمد جبالي المطرب على جنب وداخل نتفرج محمد جبالي المسرحي. المسرحي وعطاه الحاجات اللي راها إيجابية والحاجة الحلوة والحاجات اللي مش ماشية خاطر وقتها يعني ما مشيتش من بعد المسرحية كيما نقولوا فنانين الكبار عجينة تتعجن من ساعتين وربع ولا ساعة ونص وإيتو. فاللي صار وقتها كيما قلت لك البعض ما عرفوش يفرقوا بين محمد جبالي المطرب محمد جبالي الممثل. ما ندخلش في الجو الاخر اللي فما برشا يراو ونوما شو نتاعهم مش مدخلك انت محمد جبالي تغني بعض من المطربين قال لك هذا تقال لك نعم نعم انديريكت مو حسيت فما ماكينه مثلا ضدك اللي فما ماكينات خدمت فما ناس تمشي باش تقص يقولوا لقينا قالونا في الجيشي كومبلي. فما مره علقت لي زافيش في سلو في وسط البلاد لله معايا نوجه له تحيه ربيع البلطاجي سبعة القام ثمانية العشرة قال لي محمد تقلعوا لي زافيش. قلقت وعمل دورة انا نقف برشا على خدمتي وخليني بحذاك اليوم والحمد لله باش تواصل في تونس ونحب خدمتي نقف عليها ونصر عليها. عمل دورة تقلقت لكن لوندوما فرحت قلت ما دام تقلعت معناها انا قلقت خاطر ياما مسرحيه العراق اللي زفيش وخليها معادي. قلقت انا قلقت البعض من الميدان قلقت البعض المطربين اللي محمد ولا في ثنيه وحده معاش المطرب ويكتب ولحن زاد ولا يمثل وقلقت بعض الاعلاميين للاسف اللي ما كانوش معناتها ما كانتش عندهم روح رياضيه معناها هو مقبول منه باش ينقدني وعادي ينقدني لكن انت كمنشط انت ماكش كامل ما انت بيك ناقص طبعا طبعا فانا شنو نقدك فمش كنت قبلوها معناتها فما عملت ستاتيو عفاف الغربي قالت دخلت تفرج في سبيكتاكل ياسر حلو عفاف مريم بن حسيني غيره وغيره وغيره. فما البعض اللي تقلقوا كيفاش محمد يطلع يحكي على المنشطين تقلقوا ذر حتى بعد العمل بعد المسرحيه ذر مثلا محمد ما نشوفوش يتعدى مع ياما ما نشوفوش والا في كل مناسبه ونسخه فرشه باش نزلقوا معناها حاجه نقد الشك نشكوا في مسرحيته في خدمته ما نفلتوهاش الفرصه وصارت معناها صارت اي صارت وقت انا ما نحبش نرجع كيما قلت لك تو رجعت بعض العلاقات مثلا نقول مع نوف الجات فتره قلت انا في البلاتو قلت انت واحد من الناس يساعدك بعد تعديت مده وتعديت معه مؤخرا اوكي صفحه جديده ما صارت نوف الوقت معاه لو ديو لي كوميديان بسام حمراوي بسام وكريم الغربي وكريم الغربي وقت معاه اربع جمعات كل جمعه سكيتش على غنيت انا نفسي ابص عليه اللي هي سي ام بيرسوناج في المسرحي ويعرفوه الناس ماهوش محمد جبالي ذيك خرجوا من الكادر نتاعها وخدموا عليه لعبوا عليه معناه اللي شاف العمل اللي عجبه واللي ما شافش اللي جاء اللي جاء باش يخرج قليل باش يخرج وكي يخرج كي تمد له ميكرو يا مش كيما سمعت والله يا حلو مش كيما سمعت
زاد فما اللي يخرج يقول خسارته محمد كارو قعد اللي نعرفوه. شو ما تنجمش تقعد اللي نعرفوه، كان باش نقعد اللي نعرفوه. انا فنان راه نحب اليوم سيرسين نطلع نغني، غدا نطلع توفيق جبالي قال لي قاعد نشوف النقد نبيع، قال لي غدا نقول نحب نطلع نتكرب السيرسين انا فنان مثلا. شو فمنين ترفض وانك تكون مختلف متنوع متجدد مغامر باش انا نستعرف محمد جبالي عنده تجارب في التمثيل. انا نحب نجرب نجح محمد جبالي عنده برشا تجارب في التمثيل. سامحني انا اكثر مطرب مثل في تونس، نقول 4 مسلسلات تلفزيه، 4 اعمال مسرحيه بضحكوا لعب. انا ممثلين يقولون انت محمد عامل كارير تاع ممثل اكثر ممثلين. ايه. 3 مسلسلات اذاعيه، 2 افلام سينما، دور محمد عبد الوهاب في القاهره، في القاهره جو دي بيان تعديت ان ابيرسو. محمد جبالي فنان تونسي يعمل دور محمد عبد الوهاب في القاهره من خلال اوبيرات ليلى مراد. انا لو سيل تونسي ونجر عليه يمكن برشا كلام في مصر، برشا كلام ما حبوش كيفاش سي عادي نقول لك في مصر جايبنا محمد التونسي باش يعمل لنا محمد عبد الوهاب، عباره انت في تونس تعمل مسرحيه تحكي على علي الرياحي وتجيب لي مصري. مالوريزمون هذوما يتعداو ينابيرسيو في تونس، وقتاش هذوما نكتشفهم ويظهروا هذوما الكل اعمال العمر بيدلين بعد ما نموت. محمد الجبالي اللي عمل لا يلطف بينا وبيك ربي نموت حق ان شاء الله ربي يحسن الخاتمه بتاعنا. اما نحكي لك في تونس ماذا بيه ساعات ما تعمل شيء تقعد تكتب لا لا خليك هيك، خاطر هو الاغلبيه ما نجمش يعمل كيفك، هو راه مش هو مقلق وانت كيفاش تمثل. لا العجز نتاعو يقلق، العجز نتاعو يقلقو معناها كي انت كيفاش انت تعمل في هذا كل شيء. محمد جبالي يعني نحكي وقلنا اليوم من اكثر الممثلين من الفنانين اللي عندهم تجارب في التمثيل، اليوم في المسرح ما يخافش يقول نجرب. فما مسرحيه جماعيه بالعربيه الفصحى اليوم نحكيو على وان مان شو جديد على السول. باش نحكي لك حكايه التمثيل كليله ودمنا برودكسيون ديكس فيستيفال اكس ان بروفونس، مخرج فرنساوي اوليفي ليتيلي، كانت بروبوزيسيون من جماعه الفيستيفال ايميلي وزياد الزوري يعطيه الصحه، وزاد كان يعني ساهم وتقبلني وقت كلمني قال لي فما جماعه من فيستيفال اكس ان بروفونس حاب يقابلوك. فرانسيس ظهر مش باش يجملوك، باش يختاروك في دور الملك من خلال الكوميدي ميوزيكال كليله ودمنا. يمكن تقول لي تونسي زعما صاحبك ترى شنو هذوما فرانسيس معنا كليله ودمنا. طلعت جمعة غادي باش قابلت المخرج اف عملنا بروفا انت باش تاخذ لوغول نتاع الملك، وكنت هو في مسارح عالميه في لارموني دو باري افينيون ديجون اكس ان بروفونس. معناها كانت تجربه ياسر حلو. تقييم موضوع يعني ما فما حتى شيء. فماش الاختيار نتاع محمد الجبالي في دور محمد عبد الوهاب كيفاش صار؟ كيفاش كنت في مصر انا وقتها غادي نحضر في الالبوم اللي خرج مع عالم الفن، كلمتني الدكتوره راتب الحفني الله يرحمها مدير دار الاوبرا، قالت لي راه باش نعملوا اوبيرات تحكي على ليلى مراد، بما انه ليلى مراد تعاملت مع عده فنانين منهم محمد عبد الوهاب، باش نعمل دور محمد عبد الوهاب، باش تقابل المخرجه جيهان مرسي اللي توا مدير دار الاوبرا. عملت كاستينج وقلدت محمد عبد الوهاب اللي اصعب، غنيت بصوتي اما قلدته. كيفاش قلدته يعني في ال... في, ال... في التمثيل في التمثيل اي منهم سيكونس هكا صغيره عشان تفكرها، يقول ليله ما سمعتها عندي ذاك مراد اندهشت صوت ايه، انما مشكله ليلى انها عاطفيه اكثر من اللازم وبتبص لفوق. هذا يعني مثلا اي الشخصيه معناها مش كان في الغناء، مش كان في الغناء ما جابونيش خاطر الغناء. الغناء غنيت مع المقدمه الدور ليلى مراد هي اجفان من الاصوات الحلوه يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي. لكن في التمثيل بصوت محمد عبد الوهاب، صوت محمد عبد الوهاب حاجه ماهي سهله، وحاجه كما قلت قلق حتى في مصر. عطيت المثل اليوم في تونس كان نعملوا حاجه على فنان ولا قيمه تونسيه على الرياحي مثلا فنان مصري تو هون يمكن الشارع التونسي ولا الفنانين ما أي أكيد أي طبعا به. اليوم قلنا تجربة في التمثيل، قاعد تشوف زادة فما لرابور اليوم يدخلوا تجربة التمثيل بعد ما الراب خذ ثنية اليوم جماهيريا في تونس مهمة جدا القيمة الجماهيرية يدخل التمثيل. شفت شوية مثلا فما كافون سانفارا نوردو ديرنيرمون كان شفته رمضان هذا، شفت شوية شفت نوردو شوية شفت نوردو قد روح بالحق انا ما نجدد راه بجرب. علاش في بلدان اخرين في مصر يستغلوا اللي صوته شويه هكا يقول لك باش يطلع يعطيني ان بلوس يدخلوا بمثل جرب ايش اجرب صحيح. اي وين المشكل ارتيست معناها انا نشوفوا توا في ممثلين ولا يغنيوا ويحبوا يجربوا الغناء وفهم البعض اللي نجحوا فهمت كيفاش فما اللي نجح طبعا قد روحك مثال الجرب وتجربه هذا هو هذا هذا المهم به. المسرحيه وقتاش تبدا حاضره على السول؟ ان شاء الله دي سي دو موا شهرين اخرين معناها نحكيو تقريبا في اللمسات الاخيره الفيلاج اي 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 البروفيت والحمد لله لافونتاج عندي الاكاديمي اكاديمي دار محمد جبالي فهمت هنا شويه دعايه واللي يحب مهتم بالموزيكا عندي عليه نقطه المهتم بالموزيكا والمسرح والبانتور اكاديمي دار محمد جبالي بالفضاء يعني
اللوكال بجنب منتزه النحلي، حتى الرقم هو 22 466 466، مشروع ثقافي ذي متقوليش بدي عايد. عندك الحق فيه، نحن مع الفنانين باش الصغار يمشيوا، نحن مع الفنان التونسي فوالا اكاديمي داغ محمد جبالي كما قلت مره اخرى 22 466 466. اللي مغرومين بالغناء بالمسرح بالبانتور فوالا. النقطه الايجابيه الاسامي تاع ليسال نتاع، اي نعم، شو ما الاسامي لسال، فما صالة مونا نوردين، فما قاعة المسرح مونا نوردين، فما قاعة باسم السيدة سلاف، قاعة باسم الفنانة المرحومة ذكرى، قاعة باسم الفنان الكبير عبد الحميد بلعجية، الملحن والفنان الكبير المرحومة محمد علام، أبو القاسم الشابي، وهادي التركي. الهادي التركي معناها لفت منك، فما بعض الفنانين اللي اليوم مازالوا يعيشوا، التكريم هذا جاي منك انت محمد جبالي. اي نعم، انا نحب نحك العقلية ذيك كيفاش معناها منكرموا فنان كان كيموت. الفنان يحب هو عايش يلقى قيمته وقدره، معناها وفي جاست حلوه تكريمه، هي ما تسدي جاست معناها، اما ويستاهل يستحق، يستاهل هذا الفنان، هو درابه للبلاد معناها. انا محمد لو يكرموك شنو تحب يكون اسمك؟ جائزه، شارع، ملعب كره قدم، قاعه سينما؟ والله مع شنو اللي يستهويك؟ بتاتر رون بوان. رون بوان مش هي النجم، علاش لا؟ هي النجم بوا، هي راهي سي لو جيست كي كونت معناها. رون بوان شارع ماذا موجود وتعمل، فهمت كيفاش؟ بتاتر انا خليني نقول كيما الكونسرفاتوار نتاع، معناها مركز ثقافي بعد عمر طويل ان شاء الله. ولا علاش بعد عمر طويل؟ نجمو تو شنو هي النجم؟ نجمو يكرموك تو اللي يسمعوا فينا المسؤولين هكا ان شاء الله نحن نقول. لا لا شو، خلي فما حاجات انا مالوش، خلي حاجات بتبيعتها ومحلاك تجي بتبيعتها، مش انت تطلب خاطر كي توت بتقول اه مالا خذاو بخاطري. صحيح. الجيس كي تجي ما انا مالا في قالي الاخر لا في بالي لا في دراية، الو محمد راه باش مثلا هذيك لها الحلوة. باهي ان شاء الله هذا اللي يصير. حكينا على قاعة اسمها ذكرى. اي. ذكرى في حياتك قديش عندها تأثير، ولا قديش تقاسمت معها دي ماما؟ عندي معلومة يقول كان فما إمكانية ديو بينك أنت وذكرى. كان فما مشروع ديو بيني وذكرى، أغنية هي كلمات هذه الدنيا. كلمات حسن شلبي والحاني وغبت فترة أنا على مصر، لك قاعدة بالتليفون سمعت الكلمات بتاع الغناء، تقول هذه الدنيا وإحنا معاها كالريشة واخذنا هواها، مرة معاها فرحانين ومرة منها مجروحين، ومهما تقسى ولا تلين لازم تتعدى وننساها، هذه الدنيا وإحنا معاها. عجبتها الكلمات وبديت اللحن، قالت لي كملها محمد ونسجلوها. قعدت فترة أنا كملت لحنت، ما طلعتش لمصر، شاءت الأقدار توفيت ربي يرحمه، وسجلتها بصوتي وسميتها إلى ذكرى. إلى ذكرى. أي نعم. أما قبل ذكرى كانت باش تكون معاك فنانة أخرى فيها. لم بعد ذكرى. كي توفيت ذكرى. ذكرى طبعًا قبل ما تعمل إلى ذكرى. أي قبل ما يتبدل العنوان. أي في صحيح كانت فما فنانة أخرى اقترحت عليها الأغنية وقلت لها رأي كانت هذه ديو مع ذكرى، وقالت لي إي ومشيت معي للاستديو وأمينة فاخت. على أمينة فاخت. نحكيو علاش مانيش. أمينة فاخت. ومن بعد علاش ما جات الاستديو حضرت واخذ في الاستديو أمينة بوحفة. مازال أخت أمين اللي تو ما شاء الله عليه معناه قاعد يقدم في دي جينيريك مسلسلات نتاع في مصر وجوائز. صحيح. واختها في دار وجات أمينة وسمعت الأغنية وحضرت سيونس ومن بعد اختفت. من وقت؟ ما نعرفش. أي نعم. سجلتها بصوتي وسميتها إلى ذكر. إلى ذكر. نعم. الكلام معبر جدا، الكلام. الكلام أوندي غير نحكي مع ذكر، فما بي تقول هذه الدنيا وحكايتها من البداية لنهايتها، يا ما عرفنا فيها أصحاب ويا ما ودعنا أحباب، قسمة ومرسومة في كتاب لازمنا في يوم الرها، هذه الدنيا وإحنا معها. الله يرحمها ذكر. ربي يرحمها ذكر. عندك معها ذكريات؟ أكيد أكيد. يعني كل ما نطلع لمصر تستقبلني، كان برغم أنا نمشي معناها ضيف المهرجان ومعناتها تكون إقامتنا، تكون إقامتنا في الأوتيل، تقول لي لا تسيب الأوتيل وتجي. قعدت فما فترة في دارها 3 شهور و12 يوم بحث ذكرى. بحث ذكرى ذكرى ببيت تحب الدار ما تخرجش، الضحك واللعب وتفرح بالتواصل الكل، وفنانة فنانة الناس كل تعرف قيمة ذكرى. الله يرحمها ربي يرحمها. الاعتراف بالفضل ولا الاعتراف بالجميل ميزة وشيمة من شيم الكبار، نحييك عليها اليوم كي تقول على ذكرى عملت هذا. النكران الجميل موجود برشا في الميدان متاعكم؟ أكيد موجود. موجود أكيد موجود، إلى درجة أنه نلقاك بارتاجي ارتيكل لجريدة الأخبار بتاريخ 2 سبتمبر 2021. أي. مقال بعنوان الفنانة المغربية أسمى المنور تتنكر لمحمد جبالي، وانت بارتاجيته في دليلة منك كأنك موافق على الكلام هذا ولا اي شو اللي صار؟ اي اسماء المنور محمد جبالي والله شو اسماء، صوت حلو ما شاء الله عليه، والناس كل تعرف معناها يعني في بداياتها. احنا ربي خلقنا اسباب، مش انا باش نقول زعما كنت سبب نجاح، لكن انا ساهمت في بداياتها والناس كل تعرف من خلال اغنيه اش سر لي فيك.
يعني وتعدي وتسجلت غنية ونجحت وجيت برشا مرات لتونس انها مرجل اغنيه وغنينا مع بعضنا وبرنامج تلفزي كرتاج. لا مش معي طلعت مع حسين الجسمي. حسين الجسمي اما اول ما غنيت ايش يصير لي فيك معناها ذيك بطاقة تعريف تاعها. فاللي صار منذ سنتين تقريبا كنت فكر في عرض مهرجان قرطاج في فكره اتصلت بها جاوبني اخوها مدير اعمال كيفاش اللي هو مدير اعمالها قلت له هاي الفكره وانه نحب نقدم عرض مهرجان قرطاج. قال لي مرحبا ومازلنا كي كنا مسافرين طن نتصل بيك. نهارين ما اتصلش بيا عاود كلمته قال لي طن نكلمك سي محمد ومن جمت نحكي منه ومنه ومنه. قلت له راهو الحمد لله ربي وفقنا في اول ديو يعتبر انا واسمه معناها ايش صار لي فيه. قال لي لا سامحني سي محمد انت فنان نحبوك ونقدروك لكن راه اول ديو كان مع عبد الله رويشد وكاظم الساهر. قلت مش عارف وشكون اول ديو ما مش مشكل المهم هي ناجحه وتستاهل. هي ما تذكرش تذكر كاظم الساهر عبد الله رويشد محمد جبالي محمد جبالي سالوها ما سالوهاش لا جامي تكلمت مش مشكل انا عمري ما لوش فهمت كيفاش يا اخي. بعد انا عندي اللي زرتيك نحتفظ بهم على اساس قال لي اول ديو 2005 مع عبد الله رويشد ولا كاظم الساهر واللي عندي انا ارتيكل مكتوب في جريده كاظم الساهر على خوتها محمد جبالي مش مشكل شكون مش هذا المشكل اما النكران الجميل معناتها. بعد بعثوا الارتيكل هبط انا مسجل في الاستديو 2003 ايش يصير لي فيك في الاستديو بعثوا بالواتساب كل شيء ما رجعش لا رجع له هو ولا هي. فما كذبش عليك خذيت في خاطري ربي وفقها لكن عيب معناها يعني تحاسيل. انا من بعد كتبت في الاخر شوفي غيرو ما عندهم فما غنيه مغربيه هذيك شوفي غيرو واش بك ديما تبعه يلا عادي والحياه مستمر والحياه تستمر. باش نتعدى معاك اشاعه ولا مش اشاعه باش نعطيك مجموعه من الاخبار قل لي اشاعه ولا صح تو تسوي اشاعه والا مش اشاعه. محمد جبالي بعد مسرحيه بلدي الثاني كان يفكر رسميا في مسرحيه بعنوان بلدي الثالث صحيح والفكره جات من جعفر القاسمي اللي نتوجه له التحيه. تحيه لي جعفر وبدينا نبرفو اي وبدينا نبرفو وبرس كملت بنسبه 70-80% وجاء جعفر للمسرح ونبرفو وقت عند غازي الزغباني لكن بعد صديقنا المنتج نذكر اسمه اي طبعا اي وليد اي وليد تحيه لي صديقنا اي يعني وقت ذهلي هو شريك وصار سوء تفاهم والشركه ذهلي تحالت معنا وقفت غادي المسرحيه ما كان فما فكره وبدينا برفو بلدي الثالث. وقلت له جعفر علاش بلدي الثالث خلي تكمل البلد الثاني واحنا عالم ثالث. واضح يعني هذه اخبار صحيح أي نعم. مش اشاعه. نعم. الاخبار اللي بعده اشاعه ولا مش اشاعه صديقك ورفيق دربك في سنوات الشباب خاصه ايامات المعجبين والمعجبات والشهره العظيمه اللي عندك لطفي العبدلي عندك اشكاليه معاه تعاركتوا وصلتوا ما عادش تتكلموا بعضكم حتى في فتره ما صحيحه هاي صارت في الخدمه انا ويا اصحاب ديما نقول زعما صارت يعني وي تعاركنا في فتره تعاركنا وما عادش نحكيو مع بعض من بعد سيبون رجعنا اصحاب. خدمه هو السبب خدمه هو السبب باي مش حاجه شخصيه كان فما مشروع عمل ومن بعد طوالت الحكايه وتمطلت وتقلقت انا وانا يظهر عليك انا بدي متغشش ما نجمش مثل عليك كان مثل نجم ناخذ دور مثل في الدنيا متقلق منه نقول لك راني متقلق عليك. منك اي اليوم صفات صفات حبيبي تحكي وانت لا لا نحكي واصحاب شي عيط لك وش تعيط لك اي هو معنا ديم بنات مساجات حسودي سافا قول له اناني شاحوالك حسودي واناني ومغيار وكجاو ذاك. النقطه الثالثه اللي نكملوا بها محمد اشاعه ولا مش اشاعه محمد جبالي من اكثر الفنانين اللي تمعشوا من نظام بن علي ما يصدقوش العباد خاطر يعرفوا انا حتى كرتاج كي خذيته 2000 معناها بمجهودي ولا كرتاجات الكل معناها كي دخلتوا ولا في تونس زعما سوا ديزون الدعم انا مره حرموني من الدعم وقتها قررت باش نعتزل الفن اش قولك حسيت فما ظلم اي والله في البوم وقت انت الكل في الكل وفهمت كيفاش رسمي خممت في الاعتزال والله وقت. والله وقت الفتره ذيك تقرت ولا تحس ظلم معناها المهم حاسيله فمانيش من وهذه من الاسباب اللي خلتني في بلدي الثاني عملت غنية اش تقول احنا جات فتره بعد الثوره الوتر يذوم الكل يراو فيهم تبعين 7 نوفمبر اي ما اللي هي تونس الكل تبع 7 نوفمبر ما نكتبش نحكيه فهمتني هي موجوده الغنية نقول المطلع نتاعها المطلع نتاعها من بعد هنا تقول مقواكم تقلبتوا علينا وقلتوا تبعين النظام كي حكموا علينا غنينا في حفله مريره في العام اعلنتوا وحكيتوا عليها في وسائل الإعلام كل نهار وكل دقيقة شكر ومدح على الدوام والجمهور يشجع فينا ورافع في يده الإعلام في نهار وليلة تسبغتوا سبحانه بدل الأحوال من المناظر للمعارض واكتشفنا برشا أبطال واللي حكى بالدنيا علينا كان معانا في نفس السفينة بحقد وغيرة تكلم فينا يحب يمسح تاريخه بينا نقوله ستوب فك علينا وخلينا نشوف القدام مقواكم مقواكم تقلبتوا علينا اي نعم نسمعوا شويه منها تو تسويت وراجعين
هي فيما على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. ضيفنا لليوم الفنان محمد جبالي باش نتعدى معاك توت سويت الفقره الشخصيه. ايش رايك في مقواكم؟ ممتازه. يظهر لي معناتها الاجابه هكا جاوبت الناس الكل. كل انسان قال في يوم من الايام انه تماعش من النظام فماش واحد ظهر لي كان ضد وقتها ولا شكون كان نجم يتكلم. انا وقتها فما انا شوف ما فماش شكون يتكلم فما شكون يتكلم برشا. انت ظهر لي كنت من الناس اللي بن علي تحبوا. لا لا شو ماكش تخفي حبك اليوم. حب انا شنو نحب؟ كنت تحب النظام؟ شنو نحب؟ نحب النظام. هي. انا نحب اي واحد محمد فما ساعات حتى تطلع بالالوان اللي يحب لا لا الرئيس. لا مش صحيح. لا لا مش صحيح. ساعات كرافات فيها تلميح ولا شوف حاجه. شوف لي كان تلقى لي حاجه هكا ولا انت كان تلقى لي مش الدرجه ذي. معناها هو وقت رئيس البلاد وقايمين احنا معناها معني يكلمك يقول لك باش تشارك في حفله. وقت حفله هو رئيس البلاد وقت شكون نجم يتكلم؟ قداش تاخذ؟ مانيش ملايين ملايين. وقد طلبتني صحفيا بعد الثوره قالت لي انتم كنتوا تتمعشوا تصوروا في منين. قلت لها قداش تتخيل نخلصوا في الحفلات اللي مره في العام هذيك اخر حفله في روما 2008 مشينا في نهار اليوم وغدوا غنينا بعد غد 30 40 لا لا لا. قالت لي 10 ملايين 15 مليون. قلت لها اخر حفله في روما 1500 دينار وتتنحى لك منها 15%. قالت لي ابون. قلت لها اي اللي انت تاخذهم كنت في تونس وساعات تقعد تستناها درا قداش. نو نو اسال الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. باش نتعداو توا الفقره الشخصيه باش نتعداو الرمزيه 25 جويليه في حياتك. تفضل. لا في ان روز لا في ان روز. البداية والفقرة الشخصية هذية فيها الجانب من العائلة. جانب لو تسمح لي محمد باش ندق شوية ببين قراب من عائلتك ومن قلبك قراب نعرف الجانب الحساس اللي فيك باش نحاول نقرب لك شوية. علاقتك بوالديك كيفاش كانت محمد؟ طيبة جدا. كنت بواجبي إن شاء الله. إن شاء الله الله يرحمه بابا وامي. ربي يرحمه. خلتوا على نجاحاتك شافوا؟ أكيد أكيد الحمد لله. معنى اكثر حاجه ابار انك تقوم بوجه معاه انا يقول لك يا ولدي معناها كومهم اسف البلاد وعنده شعبيه وناجح وفي تونس وخارج تونس. معنى كل ام وكل بو يحب ولده ولا بنته يتمنى يكون ناجح في ميدانه. معناها هذي وسنان معناها شرفتهم ونورتهم. اول هديه ولا اول ذكرى حبيت تقدمها لامك ولا ابوك ربي يرحمهم بعد النجاح مثلا بعد اول غنيه ولا بعد اول مهرجان ولا كل بوكي دو فلور من حفل ولا مهرجان نهزه لامي. الجواز اللي تغو فيه ميكرو دور فهمت كيفاش؟ فوالا باهي. عندي معلومة تقولها عملت غنية لوالدتك بعد وفاته الله يرحمها ربي يرحمها. أما هذيك اللي بيني وبين أمي لأمي مش للإعلام. ورفضت أنك تغنيها في أي مش عمرك باش نسمعني نغنيها ولا نحب نسمعها في راديو. معناها تعديها وحدكم أوكي أما أنا كي نبدا في بلاتو نو. لا علاش؟ خاطر تأثر فيا تو سامبلومون. غنية هذيك لأمي حبيتها مني أنا لأمي. شنو يقول كلامها محمد؟ لا ادخل على اليوتيوب فما نعرف اي اما نحب نسمعها من عندك انت. لا 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 ادخل على اليوتيوب نحبش سامحني. ولا الله يرحم نبدلوا صحن. اما اهم شيء الحمد لله راضين علي امي بابا الحمد لله. عايش خويا. الخاتم هذا عنده قصه خاصه معك؟ لا لا بدي تو هذه خذيته من تركيا ما نحب الجو هذا هكا خاتم لا قصه لا شيء. خاتم سليمان ظهر لي. لا لا خاتم لونه حلو وكا ودي حجارة كريمة ذيك راهو تعمل بالملايين. لا 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 ملايين لا شيء بابا تمشي تركي موجودين. لا تنسين بالملايين زرفته بالملايين ودا شيء يمكن من با ذي 200 دولار 200 ميل اي 200 ميل خانتك الحروف من لا لا 200 ميل خانت عاد يدي تحكي مع فنان تونسي تقول لي 200 ميل بكش انا قدامك ما شاء الله فنان تونسي. شنو فنان تونسي الحمد لله المستورة والحمد لله من ناحية ما تتخيلوش مع طبعا عامين ما نخدموش ايش بد ما تردش برتاد ولا واحد مستور الحمد لله مش باش نشكي ونبكي والحمد لله. لكنك الفكره ذيك فنان حتى ريت الفنان اللي صوره وما يخدمش عامينه وعنده عائله ومسؤوليات وكل شيء باش يولي عايش قد لابس ايش بد ما تردش برتاد. كان عندك نصيحه للفنانين الشبان اللي طالعين اليوم ما تعملش على الفن خليه موهبه. ما انا قلت نعم هك اي نعم كنا انا كنت نحلم كيما برشا مطربين لما تبدا صغيره باش نغني ونتشهر نولي معروف وتقول الفلوس ودرشني درشني فهمت كيفاش مستوره الحمد لله والحمد لله. وصلنا دي مومون كيما قلت معناها وشفنا وسافرنا وعشنا العز ولاباس والحمد لله ومازلنا. اما الحلم اللي تخيل انت باش تعيش في برج العاجي وفي تونس جو دي بيان انساها. شد اخدم خدمه مسمار في حيط والفن خليه متاع غرام موهبه يظهر لك باش تمشي تعزف ولا تغني سينو خدمتك بيس. سؤال ما نحبوش لكن باش نسالهولك اي سؤال ما نحبوش كان مشيت لمصر
واستقريت في مصر وخدمت في مصر، الوضعية تكون خير بياسر؟ نتصور 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 ايه. بخلاف هذا عنا العقدة متاع ايام من برا، حتى ولد انا تونسي كي يشوفك من برا تلع في تيرا اخر، حتى العقلية برشة تونسي الاغلبية تتبدل. يا شفتوه في دروين كما ظافر العابدين طبعا ان شاء الله عليه في نجح في تونس، حاجة اخرى كي تشوفوا البرا تولي تحكي معها. معناها احنا ما نعرف قيمة اولاد بلادنا كان يخرجوا من تونس في الطب في الغناء في الرياضة في وغيره وغيره وغيره. او انس جابر طبعا ان شاء الله عليك نحكيه فهمتني، ما نعرفوش نقدروا، ما نعرفوش نعطيه قيمة اولاد بلادنا فهمت كيفاش، الا ما نشوفوه البرا ولا بعد ما يموت. لكن محمد انت من الفنانين اللي تعتبر عملت انجاز يحتسب لك تاريخيا، اللي كرتاج في يوم الايام عبيته ما غير ما جيتنا من البر، معناها نعم دوميلان ما زلت ما طلعتش برا وغيره، انا اربع مرات مرجان كرتاج. تاريخ الحفله تتفكروا 25 جويلية 2001، وهذا هو من قبل 25 جويلية اللي نحكي عليه رمزيه التاريخ معك. انا فهمت كي قلت 25 اكيد يجيب في بالهم 25 جويلية نتاع سيد الرئيس 2021 الرئيس اي نتاع سيد الرئيس القرارات اللي انت كنت موجود فيهم سنه، خرجت احتفلت في النهار، خرجت اي خرجت في النهار اي قبل الاعلان تنبك السخانه ولا داعي البطول. انا مثلا ثوره نحكي ثوره تونس ما خرجتش راني باش نكذب عليك، 25 جويلية لا مش مصالحك لا لا ماهوش في مخي، ما انا ما نعرفش لا في تونس باش نكذب عليك لا في تونس ما فهمش ما نعرفش ما خرجتش ماكش مقتنع وقت ما نعرفش جاتك البهته مش مصدقها مش فاهمها الحكايه اللي صار وقتها ما يخليك هكا مش فاهمها مش فاهمها. 25 جويلية هذا الصباح مشيت من قدام البرلمان 25 جويلية هذه خرج خاطر 10 سنين هاك شفت كيفاش تعداو لطف، خرج كمواطن تونسي من ضد حتى الاكس ضد اللي قاعد يصير في البلاد، فيقوا على رواحكم راهو سي معناها ماشيين للهاويه. خرجت واضح 25 جويلية 2001 اللي نحكيوا عليه مهرجان كرتاج الاول ظهر لي في أول عرض في مسيرتك. قبلك بنهار نلقاو ايهاب توفيق، بعدك بنهار نجات الصغيره محمد جبالي بروغرامي ما بيناتهم، ما كانش كالحفله المنتظره جماهيريا باش اي وكانت المفاجاه ذهل اي كانت المفاجاه لهنا كلمه شكر زاد نقولها اللي عاوني برشا فيها هو اللي خير الدين قلال ربي يشفيه نتمنى له الشفاء ربي يشفيه ان شاء الله والفرقه معناتها ما كانتش كانت مفاجاه والدليل انه كانت مفاجاه نحب نحكي حكايه هو سي سمير بالحاج يحيى مدير مرجان كرتاج توجه له التحيه قال لي يا محمد قال لي فما فاز نحب نحكي لك بعض العرض قال لي بون ما كناش نتخيلوا باش يجي جمهور هكاك قريب كومبلي معناها شيء كومبلي فما يمكن 12000 هكا الصور موجودين تدخل على الفيسبوك تلقى معناها فهمت كيفاش قال لي ما كناش معناها قبلك ايهاب وبعدك نجات صغيره ومن با الناس خلصت 25 جويليه سيتي با معناها الويكاند معناها السامدي باش ناس تخرج محمد جبالي اول عرض قال لي جبنا 8 بوليسيه على اساس يجيش 2000 3 4000 8 بوليسيه فهمت قال لي محمد كي شفنا الجمهور قام يدخل قال لي ولينا حطينا يدينا على قلوبنا قال لي سبحان الله كيفاش تعدات الليله سلامات ارشي كومبلي كرتاج بثمانيه بوليسيه ما شاء الله اي نعم وكانت حفله ناجحه وبعدها كانوا فما حفلات اخرين من اهم اللي مومون زاد في تاريخك ذا هلي وديع الصافي اكيد 99 بعد ما سمعني وحضر لي في المهرجان الاغنيه العربيه في بيروت كان حاضر اللي خديت فيه انا الميكروفون الذهبي سيتي ميديسيون اي فوالا جا لتونس واقترحت انا الفكره عليه وقت مشيت للاوتيل قلت لهم بودي معناها نغني معايا تشرف حبيبي حتى خزر الجورج قالوا شوف الزكا معناها واحد يحب يستغل الفرص هذوم وطلعت وفرح بي وقدمني احلى تقديم وقال لي كلمه عمري ما انساها اش قال لك بعد ما غنيت معاه مازلنا في كرتاج معنا وكمل هو في الكوليس مع بعضنا قلت له استاذ وديع ان شاء الله تكون راضي على الاداء بتاعي قال لي حبيب قلبي لو ما كنت راضي ما عزفت لك عود وعملت لك كورال وديع الصافي وديع الصافي انا نحشم كي نحكيها اما يزمني نحكيها وديع الصافي اللي قال عليه محمد عبد الوهاب مطرب المطربين والله معناها انا كنت معناها هنا التواضع وقيمه الفنان قال لي مع وديع الصافي يقول لي لو ما كنت راضي ما عزفت لك عود وعملت لك كورال ملا احساس وملا كلمه اقوى يعني وسام ولا اقص 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 هي نشوف هي لحن شوك اي فهمتني بعد كاني فما ناس تشكك مازال في محمد جبالي بعدها بسنوات وديع الصافي القامه هذه يقول الكلام هذا ملا مومو مومون فور ما يتصيرش ديما بمطربين عالميين يتمناو يجوا يقفوا بجنب وديع الصافي مدرسه كبيره انا بالنسبه لي اقوى صوت هو ما فماش اقوى صوت في العالم كل واحد باش يميزه لكن هو جمع كل شيء في صوته الجواب القرار التكنيك الاحساس
ما شاء الله عليه. انا من بعدها مشيت لدارو بحذا ضيفني وقلت له دوب ما داخل قبل ما سلم عليه، قلت له استاذ وديع كل ما نسمع صوت ونقول سبحان الله. ضحك وعملنا التسجيل وقتها هكا، جبد العود اللي يغني في الدار قاعد وانا عندي مسجل قبل البورتابل معنا نحكي 2001 2002. بدا يدندن لا عيوني غريبي بام بام بابا ولا صوتي غريب في سجل، تسجلت عندي تسجيل ونستنى وقتاش يسكت بيتنفس باش نغني معه، ما نجراش نغني مواضيع صفر. عندي تسجيل. اي عندك تسجيل تاع اللحظه هذه. بعد محمد استثمرته بالصحيح هذاك؟ انا حاولت، انا مع روحي مش مقسم مع روحي. تقول لي نعرف برشا ناس، قول لي محمد كنت تنجم يسرتو لبرا تونس اللي لازم تعمل في تونس الحمد لله عملته كارتاجات ولي سوكسي والتمثيل وغيره 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 حتى في بعض المهرجانات في العالم العربي. تقول لي لبرا سي فري محمد جبالي مش ماخذ المكان اللي يستحقها في الوسط الفني، معروف الموسيقيين وملحنين يتو تعاملت مع عمار الشريع وغيره وغيره. نعرف كي يقول لك تونس يقول لك بعض الاسماء ما نحبش انا باش، لكن ما يذكروا ثلاث اربع اسماء من تونس. نحكي الاشعاع العربي، تونس راه تزخر باصوات معناها محلاها، لكن نحكي اللي 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 توجدوا لبرا واللي معروفين لبرا هم ثلاثة اربعة انا منهم. فهمت كيفاش؟ واضح. مقاسي بريد لعدة اسباب، معناها انا مش مقسم مع روحي، انا عملت انا هز فليس ونمشي وكريت في مصر وكريت لبنان وغيره. ما عادش عندي وقت باش نقسم من ثلاثة اربعة. شكون اللي موجودين؟ اللي قبلك معاك مثلا موجودين؟ لطفي بوشناق، صابر الرباعي، عدنان الشاويشي، محمد جبالي. لطفي بوشناق، صابر الرباعي، اي محمد جبالي، ثلاثه هذم اللي على البوديوم. لا نحكي ترتيبين، معناتها فما برشا اصوات نحكي ترتيب معناها بالترتيب. سامحوني بعض الزملاء ما يتغشوش. نحكي كتواجد، نعطي نجي ونحكي ونقول انا راني سبع مرات غنيت في الاوبرا، غنيت توجدت في غير وغير برامج في الكل برشا مطربين. لا باش ما تعمليش مشكله الحكايه هذه، نحكي اللي تواجدوا اكثر خارج تونس في مهرجانات وبرامج تلفزيون واذاعي في العالم العربي. واضح. بالترتيب لطفي بوشناق، صابر الرباعي، محمد جبالي. محمد جبالي. واضح. باش نتعدى في زوز اسئله، زوز نقاط اخيره، علاقتك بالاعلام توتسويت في اليرت روج. أليرت روج. فما بعض البرامج لليوم ما شفناكش فيهم، فكرة سامي الفهري مثلا. أو طبعا مازال كي جاني ميساج وكانت صار ديسكسيون مع صديقتنا كوثر الحكيري، تحية لها طبعا. تحية لها فريق عادي على أساس يحبوا نكون موجود في فكرة سامي الفهري. سيبري عمري ما توجدت فيه. فما خلاف بينك أنت والفريق، بينك أنت و هادي صعيب، وصار نحكي وصار خلاف لك توا سي بون. إن شاء الله كيما حكيت نوفلوا صفحة تتوات إن شاء الله نفس الشيء، معناها فما حسيت يعني فما نيه وانه يلا صفحه جديده نبداها ونحكي هادي زعيم. معناها صار معناتها اختلاف معناتها قبل، والدليل انه عمري ما كنت موجود، لكن ان شاء الله فما صفحه جديده. خليني نقول ان شاء الله صفحه جديده، المسامح كريم كما نقول. نبداو في الجديد، هات نبداو في الجديد. شمس ونجوم، شمس الدين باشا، برنامج على كارتاج ما تواجدتش. شنو يستدعاوك تمشي؟ كلمني. كلمك؟ ما كنتش جاهز وقت. ما كنت جاهز يعني؟ ما كنتش حاضر. تعلى باش ترفض الظهور هذي، هذه هي ما كنت جاهز. سبب باش ما نمشيش؟ يمكن. لا مش يمكن. مع احترام هي الميسيون شدت برشا ناس. فهمت كيفاش؟ ترفض تحضر شدت برشا ناس. مش نرفض، ما نعرفش. بتيت ما نعرفش مع شمس الدين باشا. سفيت الحكايه. كلمني ومن بعد ما توفيت الله يرحمه وحكينا في التليفون واقترح لي وكلمني على البرنامج كيما قلت لك. فهمت كيفاش؟ معنا سفيت صفحه زاده وتتويت وربي يوفق وربي ينجح. شكرا لك. عايش مرسي. سعيد جدا انك كنت ضيفي. عايشي. ان شاء الله ديما ناجح على السول، على قريب تلقاوها ان شاء الله. ان شاء الله قريب. وبرشا جديد اغنيه تاع محمد جبالي تلقاوها. تحيه لكم مستمعين الكل، تحيه الكامل الفريق العامل اسامه طارق امين في الاخراج وروف الاحمر في الويب، الاولاد نتاعنا يا فهم تي في. نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا.